ناقش مجلس النواب اليوم برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين السياسة التعليمية لمملكة البحرين بحضور وفد من وزارة التربية والتعليم برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، حيث طرح السادة النواب عددا من المواضيع المهمة حول تطوير خطط وآليات الارتقاء بالقطاع التعليمي في مملكة البحرين. أغلبية موافقة. جلسة مجلس النواب لهذا الأسبوع ميزها عن غيرها من الجلسات استجابة وزارة التربية والتعليم لطلب سابق من السادة النواب بمناقشة عامة حول السياسة التعليمية لمملكة البحرين، فلبت الوزارة الدعوة وحضر وفدا من المسؤولين في الوزارة للاستماع لكافة تساؤلات النواب والإجابة عليها. اليوم كانت جلسة تخللها الحوار البناء الذي يؤكد أهمية التعليم، وفي ذلك كان وزارة التربية والتعليم لها حيز كبير من حيث الحضور الذين تشرفت أن يكونوا معي من إخواني من وزارة التربية والتعليم، لأن كانت هي جلسة عامة، فحاولنا نغطي كافة الاستفسارات من الإخوان النواب، وهذا هو التوجيه الذي لدى الوزارة بحيث تكون العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هي علاقة تعاون، علاقة تهدف إلى تعزيز هذا المشروع الديمقراطي الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. استرسل السادة النواب لساعات طويلة خلال الجلسة في التحاور والاستفهام من المسؤولين في الوزارة حول عدد من القضايا الهامة التي تسعى لتطوير خدمة التعليم بكافة تفاصيلها، بدءا من تطوير الكادر الأكاديمي وصولا لتطوير المناهج والبنية التعليمية. كانت مداخلتي عن تأثير التقاع الاختياري وخروج عدد من الموظفين والكادر التعليمي وتأثيره على هذه على الوزارة واستراتيجية الوزارة، وذكرنا عدة محاور بالمشاكل اللي يعني والموضوعات اللي حدثت نتيجة للتقاع الاختياري، ووصينا في خلال الجلسة أن تشكل لجنة مشتركة ما بين مجلس النواب متمثلة بلجنة الخدمات ووزارة التربية والتعليم لينظر تنظر هذه اللجنة بالشمولية بشكل موسع لجميع ما أتى به أصحاب السعادة النواب في خلال المناقشة. طبعا النقاش كان نقاش ديمقراطي وجدا إيجابي، وكان مفعم بالمعلومات القيمة. المناقشة تمت اليوم والكل طرح ملاحظاته اللي هي تمثل نبض الشارع، الأشياء اللي كانت الناس تتكلم فيها في السوشيال ميديا وتتكلم فيها في المجالس الكل طرحها اليوم، والكل كان ينتظر إجابات من وزارة التربية والتعليم، وفعلا وزارة التربية والتعليم في قيادات وزارة التربية والتعليم ما قصروا وقدموا إجابات وافية وكافية، والحمد لله احنا يعني عطينا بالضبط شنو الأشياء الأساسية اللي محتاجين من وزارة التربية والتعليم تعملها كخطة عمل لسد هذه الأشياء. طرح التساؤلات والإجابة عليها من قبل السادة النواب وممثلي الوزارة وعلى رأسهم سعادة وزير التربية الدكتور ماجد بن علي النعيمي يؤكد مدى رحابة الصدر في التعاطي مع ملفات هامة مثل ملف التعليم بكل شفافية ووضوح. في أجواء رحبة من الشفافية والتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ركزت جلسة النواب على مناقشة عامة للسياسة التعليمية لمملكة البحرين بطلب من السادة النواب الذين قدموا العديد من التساؤلات، واستمعوا في ذات الوقت إلى رد ممثلي الوزارة حول جميع استيضاحاتهم. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.